تفضل حبيبي. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. نعم. صحيح. فالمسلمين اعتبهم على أهل الخليج، أي حقهم يعتبر. نعم. المسلمين حقهم يعتبر على أهل الخليج. لا ما حقهم. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا. الرسول. خليني أكمل. دولة راعية الإسلام هي السعودية. كل عمرنا بنعرف هي مرقد الرسول وهي بلاد الحق. عليه الصلاة والسلام. تمام. عليه الصلاة والسلام. فإيش أنت عميم دك إذا السعودية ما اعتبرت عميم دك تعتبر يا قلبي. اعتبر على نفسك. كيف اعتبر على نفسك؟ تعرف أركان الصلاة؟ أنا سوري خلاص. تعرف أركان الصلاة؟ ما هي أركان الصلاة؟ أحسن الوضوء. لا هذه ليس أركان الصلاة، أركان الصلاة ليس شروط، كيف شروط؟ في أركان ونواقض الصلاة وواجبات الصلاة. ايش يا طيب يا خالد؟ لا ما اقول لك، لان انت كيف تعاتب على الدوله؟ لا لا, لا لا حبيبي الرسول عليه الصلاه والسلام. شوف 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 لا انا ما بعرف انا حبيبي شوف لا لا, لا 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 لماذا علمني يا خالد. دقيقه حبيبي حبيبي دقيقه لا لا دقيقه لا دقيقه اخي قبل ان تعرفوا مني انا اريد ان ابين نقطه للمسلمين. نعم الرسول عليه الصلاه والسلام قال اول شيء يسال عنه العبد يوم القيامه ليس محمد بن سلمان، ليس السعودية، ليس سوريا، ليس الجزائر، الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر أعماله، وإذا فسدت فسد سائر أعماله. فأنت تأتي هنا تقول لي أنا أعاتب السعودية أولاً، أنت لابد تعاتب نفسك، فأنا ليس هنا أعلمك. فلا لا تعال عاتب نفسك، علم نفسك الصلاة، علم نفسك الصلاة. أنت تخالف. أنتم أخوة. مو هيك؟ ما قلت انما المؤمنون اخوة. انما المؤمنون اخوة. اي نعم معنى الحديث معنى الحديث. المؤمنين كالجسد الواحد بما معنى الحديث. نعم صحيح. فاذا انت ما سألت على فلان وعلى الدولة الفلانية وعلى المسلم بالدولة الفلانية. لكن اذا انت مريض لكن انت انت مريض انت مريض كيف انت مريض تريد ان تساعد مريض؟ ساعد نفسك مين ثم المريض؟ انت لا تعرف الصلاة اركان الصلاة حبيبي. مين المريض يا قلبي؟ انت لا تعرف اركان الصلاة. طيب انا ما بعرف اركان. تعلم هذه اول حبيبي. الدول المسلمة اللي عم يلتعن مقلبة يوميا عم تقدم. ايش مقلبة؟ عم تموت. ما فهمت انا اخي. شوف اخي الكريم يوم القيامه الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف يوم الله نفسا. يوم القيامه رب العالمين راح يحاسبك ويحاسب السعوديه ويحاسبك انت ويحاسب الخليج ويحاسبك انت على كل شيء. هذا محاسبه هذا مرفوع القلم. لا لا يا قلبي يحاسبك يحاسب جميع. فانا انصحك شوف شوف نحن اخوه في الاسلام صحيح. والله يا اخي هذا الكلام الذي قلت لك انا لا تاخذ كانه هجوم عليك. والله ليس هجوم. اسمعني حبيبي خليني اكمل خليني اكمل. هذه نصيحه. انا كنت نفس الشيء. انا عندما التزمت طيب نسال الله الاخلاص كنت ليلا ونهارا. في ذاك الوقت كان الملك فهد رحمه الله. الملك فهد كذا الملك فهد كذا. خليني اكمل حبيبي. بارك الله فيك. انا واش كنت نعاتب فجاءني رجل اخ سلفي لان كنت على الصوفيه ثم دخلت التوحيد الحمد لله لكن تاثرت بمنهج الخوارج الكلام في الحكام. جاء عندي اخ سلفي قال لي شمسي اسالك اين الله في ذاك الوقت. خليني اتكلم. فانا قلت له في كل مكان قال لي اعوذ بالله تكلم عن الحكام ولا تعرف العقيده. قال لي ما في مشكل. ما هي اركان الصلاه؟ لا اعرف. قال لي اخي اترك عليك هؤلاء القوم الذين همهم. خليني اكمل. قلنا ايش اركان الصلاه؟ لا دقيقه دقيقه حبيبي بارك الله فيك. خليني اكمل. السلام عليكم اخي بارك الله فيك. تقول الحمد لله بارك الله فيك. انا نقطه ابين ان حبيبي انت لابد تركز في نفسك اولا. هذا ليس يعني لا تركز في اخوانك وتنصحهم. لا نصيحه من الدين لكن النصيحه ليس على هوانا. النصيحه مبنيه على القران والسنه. لذلك انا اقول لك اخي عندما تاتي هنا انا شخصيا لا اعرف الصلاه التي سوف يسالني عنها الله. انا متاكد 100% يسالني الله عن الصلاه لا يسالني عن محمد بن سلمان. انا اقول لك خلاص. انا زلمه مسلم ومؤمن بربي من جوا من هون. ها جزء اكثر منك يا زمايل بس اقول لك كلمتين. ربما انا ما ادري ما ازكي نفسي. خالد بن الوليد ما كان ما ازكي نفسي ربما احسن من عند الله. بيعرف كل شيء عن الدين يا عمي. مش كل العالم. خالد بن الوليد ما كانش حافظ من القران غير قصار الصور. انا ما ادري هذه هذه لا 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 الله عليك. كونك تسالني على هيك هذه الله اعلم. انت من جبت هذه؟ من اين اتيت بهذا الكلام؟ مصدر اين؟ مصدر يا صاحبي ابحث عنه وتلاقيه. من الشيخ تبعي. اه والله الحمد لله. اهل الشيخ. لا لا اسال اسال. هو ما كانش حافظ غير قصار الصور. هذا مش عبري يا جماعه والله. انجلش يا صاحبي. العرب تعرف العرب يحبون السياسه يحبون السياسه. والله حبيبي الله يهديك. ما عنديش مشكله مع العبريه يا قلبي وانا مؤمن بديانتهم ولكن لا اؤيدهم بالتحريف. تؤيد ايش؟ تؤيد ايش؟ لا حبيبي شوف اخي ايش اسمك؟ بسمع اسمك. لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا ما في حديث كما هكذا. ورسله. لا كمل الحديث. هذا لا هذا انت اخترعت حديث اخترعت ايه
الأحاديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من يحب نفسه. هذه الأحاديث ما هي أركان الإيمان؟ تذكرها؟ تؤمن بالله، تؤمن بالخير بالقضاء والقدر خيره وشره، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله. تفضل غيره. باقي واحدة. الإيمان. لا الكفر. نعم الإيمان. باقي واحدة نسيتها. لا هذه أركان الإسلام ليس أركان الإيمان. ملائكته وكتبه ورسله يعني أركان واليوم الآخر. واليوم الآخر. نعم بارك الله فيك أخي. وهذه أنت لو قلت تدخل الحديث، هذا الحديث لابد تعلمه كل مسلم. الحديث جبريل. أنا هاي شغلة اسمع، أنا مش إسلامي، أنا مسلم. أنت مش إسلامي مسلم، ما فهمت أنا كيف؟ أنا مسلم. أنا مسلم كذلك. أنا ما عنديش تيار أمشي فيه. كيف لابد تمشي؟ لا أنا ما عنديش تيار، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. على منهج من؟ على منهج من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. والصحابة. أكيد مؤمن. هذه هي السلفية. فأنت سلفي ما شاء الله. لازم تتعلم شوية. الحمد لله. ما شاء الله. بحبهم كلياتهم هذول، ما حدش بكرههم يعني. تكره ايش قول لك؟ ايش دخل الكراهية والحب والحنان؟ انت أول شغلة قلت لي إنه كره للخليج، احنا ما بنكرهش. Go back to your bloody country. اسمع علي يا خالد. We take it over. اسمع يا خالد. We take it over. يا أخي. We take it over. أول شيء احنا وقت اللي بنعتب على أهل الخليج بنعتب من المحبة. لأن تمام بنعتب من المحبة. لانه كلياتنا اصلا للخليج ولليمن على فكره، يعني كلياتنا اهل، كلياتنا العرب. انا عارف حبيبي اصلا. نعم. واحد يعني. نعم صحيح. ما تفكرش انك انت مغربي لو جزائري. لا لا انا اسلام. كيف انا ادافع عن السعودي ولا الجزائري؟ لاني انا لان ولائي. اسمع حبيبي. لا 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 اسلام قبل كل شيء. انا يجمع الاسلام. اما العروبه وهذا البزنس، انا عربي كافر بريء منه. انجليزي مسلم اخي في الله. الذي يجمعني هو لا إله إلا محمد رسول الله. لماذا أدافع عن السعودية أكثر من بلدي؟ لأن السعودية فيها التوحيد قائم ويحذرون من الشرك، لأنا أحبها. لو كان في السعودية الشرك والأضرحة تعبد من دون الله لا أحبها كبلد آخر يقوم فيه التوحيد والسنة. فأنا ولائي للتوحيد والسنة. بارك الله فيك. فهمت؟ بس المسلمين حقهم يعتبوا على بلاد الحرمين تبعهم يا صاحب، على قبلتهم. لماذا تعاتبهم في أي شيء؟ كل شيء بصراحة، حتى في كل شيء. عندهم توحيد هناك. حتى بالكلمة يا صاحبي ما ناصر. والله لو كنت حتى بالكلمة ما ناصر. والله يا أيها السعوديون صبركم الله. والله والله يا صاحبي اللي بيوالي بشار الأسد، هاي الجميع هاي هون. كل شيء بيوالي بشار الأسد ما يواليه. ليس يواليه أخي، سياسة ليس يواليه. يا صاحبي إيش رجعوه على المجلس الأمومي؟ الجزائر فعلوا هذا كذلك. يا صاحبي إيش تحكي أنت؟ واحد قتل الجزائر 1,400,000 مسلم. تمام؟ من كم؟ سني. كم؟ 1,400,000 يا صاحبي. أخزأه الله. من؟ يا صاحبي بس ما يرجعوا يحكموا يا صاحبي. هذه سياسة حبيبي، سياسة. بارك الله فيك. يعني أنت مسلم سياسي؟ لا أنا مش مسلم لله يعني. ما قلت لك أنا حبيبي تعمل على السياسة بعض الأحيان. فهمني. طيب أنت مسلم سياسي؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أفهم لك، لا أنا لسه أفهم لك، هل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل صلح الحديبية مع أناس قتلوا الصحابة؟ طيب هل معنى يواليهم؟ ليس يواليهم. هذا الصلح معناتها الصلح الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مع كفار قريش. قلبي هذول مش كفار. كفار ما بيمشيش تعاملهم مثل الكفار هذول. من المسلمين؟ من الخليج وغيره وغيره. لا انت حبيبي شوف، اسمع انت عندك عاتبت بعض الدول الخليج او الدول الاسلاميه لانهم رجعوا العلاقه مع البشار الكافر بالله. اوكي انا اقول لك في السياسه هذه الاشياء يدخل فيها عند العلماء والأمراء كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل صلح حديبية مع أناس قتلوا خيار الناس بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة. فلأجل ذلك أخي الكريم، هذه نصيحة لي ولك ولكل المسلمين، هذه أمور لا يحاسبك الله عنه، لأن هذه الأمور ترجع إلى الحكماء، إلى الحكام والعلماء. أنت بعد أحيان الحاكم المسلم يفعل شيء ليبعد المضر الأكبر أو لمصلحة أكبر. بارك الله فيك يا صاحب. مع احترام لك بس ما فيش عندنا ولا حاكم مسلم للأسف. كفرتهم كلهم؟ كلهم. يا الله أكبر. والإلا لا يجوز تكفير المسلم. لا يجوز. لا يجوز. مش مكفرهم بس هم. لا لا هم قال كفار. قال ليش كفرهم؟ اسمع اسمع اسمع، هم مش مبينين مثل المسلمين اساسا. السعودية فيها التوحيد والسنة واضحة. دون لوك ذاك مسلم. السعودية توحيد. في الجزائر، في الجزائر المساجد، في المغرب المساجد ما شاء الله ناس يصلون الحجاب. انت بتحكي على العالم مش على الحكام، انت بتحكي الدول العربية كلها. لكن الحكام سامحين وفيها مسلمين وناس اطيب مني واحسن مني ومن اهلي. حبيبي انا فهمتك. مش عم يحكموا كحكام مسلمين، هو اساسا بيطلع. لا 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 ما بقولكش انا حاكم مسلم اساسا. يقول لك حاكم مسلم. والله انهم كلياتهم علمانيين يا زلمه. لا 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 والله انا علمانيين يا رجل. السعوديه والله علمانيين. شوف شوف. وللبيض كمان شوف 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 كلهم علمانيين يا زلمه للبيض. والله لو فيهم واحد كلهم علمانيين.
والله لو فيهم واحد اسلامي فلا بيضل حاكم. عارف العلمانية؟ والله ما بيضل حاكم. عارف العلمانية؟ بده يقول لي انه ما بيأمنوا بالله، لا بيأمنوا بالدستور، يأمنوا بالله، القانون الدولي. هي هذا بدك تقول لي؟ لا لا، ما هي العلمانية؟ ليس العلمانية، يقول العلمانية. دخل السياسة بالدين يا صاحبي. لا دي ليس علمانية. والدين الدين على كيفك يا صاحبي. السياسة من الدين، ما أقول لك؟ قال لك العلمانية، العلمانية تبعد يا قلبي تبعد السياسة من الدين. طيب ليس دخل طيب السياسة بالدين. طيب أخي أخي الله يهديك، والله الله يهديك. مش مسلم وسلفي بتقول لي؟ دقيقة حبيبي، خلي مش مسلم وسلفي. شوف لأجل ذلك أي إنسان يتكلم حكام المسلمين جاهل ما عنده علم. هذا ما تقول إنه مسلم وسلفي. طيب أمتك أنت خالد الراشد وغيره وغيره وينهم؟ خالد الراشد في السجن. ليش؟ لأن أقولك ليش؟ لأنه كان ينشر شتويت. إيش كان يسوي؟ كان كان, كان 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 يرسل الشباب السعودي إلى أماكن مشبوهة في أفغانستان، في أماكن كانت فيها الفتنة. هو هيك اسمه العودة. ليبرالي 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 اسمه العودة. كلمة حق عند سلطان الجزائر. أيار عنده شكل كبير. أنت جزائري. جزائري أنت. جزائري يروح عند الملك ستقول هلا. روح عند اللي شاهد هنا. قلب أخوك هاي قدام الكاميرات، بدي أسألك والله دول الخليج قديش عقيدتك؟ كنت تقول هلا وتموت تكون شهيد إن شاء الله. لا لا كلام محيط الخليج. اذهب إليه. شوف حبيبي الرسول. حبيبي اسمع اسمع اسمع. اسمع 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 حبيبي. حبيبي اسمع. 40% حبيبي والله أنا. 60% وخلينها ورا دورها. حبيبي شوف أنا ما أدخل شخصية. هل الإسبال يخالف حكم الله؟ الإسبال. الإسبال يخالف حكم الله. نعم. نعم. أنت مسبل وهو مسبل. طبق شرع الله على أنفسكم. هذا شرع الله كذلك. هو هذا ليس شرع الله. ما نخش هنا إمام نأخذ السجن. لا أخي. الله يقول. أشوف حبيبي. لأجل ذلك أنا أبين لكم شيء. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى لي أنا. لا أخي لا. لا حكم شرع الله أخي. حكم شرع الله. حكم شرع الله. ارفع ارفع ارفع. لا يجوز هذه. الرسول يقول ما تحت الكعبين في النار. والله يا اخوه لاجل ذلك نحن مبتلين بهذا الحكم. اخي لم ياخذ الشيخ فوزان، لم ياخذ الشيخ الشيخ خالد الشيخ، لم ياخذ الشيخ سديس، ولم ياخذ اخي تعال سلمى العوده. سلمى العوده كان متعاون مع صهيوني اللي فعل الثورات. ابين لك هنا اخي شوف انا ما في مشكله ما في مشكله. انا سلمى العوده سوف ترى سلمى العوده. سلمى حبيبي انا نصيحه. انت وعد الحبس. انا اديت وعد الحبس. انا هذه نفسي تحاسب عليها. شوف ولكن الحاكم ياخذ. لكن تخالف شرع الله انت. صح نتحاسب عليها انا. انا اخي فهذا يجوز تخالف شرع الله انت. مع نفسي يجوز. مع نفسي لا يجوز. نحب نروح نشرب نشرب في اي مكان اخي. انا اي والله حبيبي والله اخوه والله لابد تعرف ايش نحن نريد. نحن نحتاج عارف ايش فتح ثاني. ليس الحكام اولا للشعب. لابد نفتح الشعب والله. لان ايش نحن نعاتب الحكام. هؤلاء الحكام من عندنا. نحن نسمع الموسيقى، نتفرج افلام، لا نصلي في الاوقات، ثم نربي اولادنا على نفس الشيء، ثم هذا الولد يصبح حاكم. توافقني حبيبي؟ لو ربينا انفسنا، اربي نفسي واربي ابناتي بناتي وزوجتي على التوحيد والسنه وتفعل نفس الشيء، والله ينصرنا الله. لكن اذا اصبحنا حبيبي اسمعني، اذا اصبحنا انا لا اصلي في الوقت، بنتي لا تصلي، بنتي عريانه متبرجه، لكن ليل ونهار الحكام الحكام لا ينصر الله قوم هذا حالهم. هذا الغزالي كيف تكون يولى عليكم؟ هذا ليس الغزالي، قال ابن القيم. ابن القيم قال امين السلف. بارك الله فيك حبيبي. والله حبيبي ايش انا اريد من الاخوه هذا الكلام الذي انا ابين لكم شيء. نحن نتكلم ليلا ونهارا عن الحكام ما ينفعنا شيء. لماذا؟ اقول لكم لماذا. من هو الطاغيه الاكبر في التاريخ؟ فرعون. فرعون قال انا ربكم الاعلى. عندما اتى موسى عليه الصلاه والسلام. خليني اتكلم خليني اتكلم حبيبي خليني اتكلم خليني حبيبي 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 بارك الله فيك حبيبي. عيب 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 اخي. النبي موسى اتى الى فرعون فدعا فرعون الى الاسلام. فرعون لم يقبل. ماذا فعل موسى؟ هل كل يوم جالس مع بني اسرائيل؟ فرعون ذهب الى روما. فرعون تزوج امراه. فرعون عنده سرب حذاء اصفر. ام علم بني اسرائيل التوحيد والسنه؟ حتى قالوا بنو اسرائيل قالوا لموسى نحن تعذبنا قبل ان تاتي ونتعذب الان. قال اصبروا
فالعاقبة للمتقين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان تحت الطواغيت في مكة المكرمة في أقدس مكان تعبد إيش الأصنام. والنبي عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام صابر. ماذا علم الناس؟ علمهم التوحيد والسنة. لأجل ذلك قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: التصفية والتربية هذه طريقة الأنبياء والرسل. إبراهيم عليه السلام أتى إلى نمرود ناداه إلى الإسلام، ما سمع الإسلام لم يسمع ليلا ونهار الحكام الحكام، لأن همهم عليهم الصلاة والسلام هو دعوة الله، دعوة الناس إلى الله. لكن أكثرية الناس الآن همهم الكرسي ويختبئون من ستار الدين الدين. وهذا الذي أقوله، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله يرحم الأنبياء والشهداء والله يرحم صدام حسين. آمين آمين، ويرحم جميع المسلمين. آمين امين. الله يجمع لي معاه. وتعلم اركان الصلاه. امين ان شاء الله. علمني يا ابو الله عن جد، بعيد عن الكاميرات. ايش هي اركان؟ اقول لك تعال. صافحني دقيقه اخي، مش من شمخوك. ما في صور اكثر من انا مفتخر اوي يعني. بالله يا روحي احبك بالله يا اخي. حبك الله بارك الله فيك. من اخ كويت ولا مين؟ حي الله اهل الكويت والله. بارك الله. سلام هايدي بدا from Uzbekistan. Uzbekistan. My Muslim brother from Uzbekistan. Hello, Abdullah. 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 Hello, Abdullah.